كواليس إحدى الفرق السيمفونية المصرية ونغوص معها أثناء بروفاتها. مزيد من التفاصيل مع سارة بالحور وإسماعيل محبوب. هكذا تضع هذه الفرقة المصرية آخر لمسات على عرضها في خضم مهرجانات الحدث الموسيقي الجزائري قبل أن يتمتع به الجمهور الذي يستهويه هذا الطابع الراقي. بروفات متكررة تقوم بها هذه الفرقة القادمة من بلاد النيل بقيادة المايسترو الذي يعد ضابط إيقاع لجميع الفرقة. هو طبعا احنا بنتدرب فترة طويلة جدا، كل فرد بنفسه الأول بيحضر الجزء الخاص بيه البارتات، وبعدين بنتدرب كلنا مع بعض مع المايسترو لغاية ما كلنا نبقى مظبوطين جدا وكل حاجة زي بعض بالظبط، وبنعمل بروفات كتير جدا علشان نقدر نوصل للمستوى ده. مفيش، احنا بنبتدي بروفات كتير من قبلها بمواعيد طبعا، بتبقى في ايام فيها بروفات مكثفة لحد ما بنعمل كونسرت في مدينة اسكندرية عندنا، وبنيجي هنا في المهرجان قبلها بيوم وبنعمل كونسرت عندكم قبل المهرجان. الفريق الموسيقي المصري وفي كل مشاركة له يعتمد على العنصر النسوي لضبط نوتات السيمفونية التي ستعرض على جمهور عريض ومولع بهذا الفن الراقي. النهاردة يعني كان عندنا بروفا زي إحماء عشان إن شاء الله نقدم عرض كويس، فش لازم يحصل الـ يعني البروفا دي، لأن دي بتجمع التركيز بتاع الأوركسترا مع بعض. عمل خاصة بالسهرة والتي يشارك فيها الجميع دون استثناء تعرف في عالم الفن بالكواليس.